في الاحياء الفقيرة والمعوزة بعملة مقاطعة الفدامر السلطان. عندنا 4 ديال المراحل، كل مرحلة فيها 150 طفل مع المؤطرين. بدينا بالفيدا وغادي ان شاء الله المرحلة المقبلة فيها مرس السلطان ب 150، والمرحلة الثالثة فيها الفيدا، والمرحلة الرابعة فيها مرس السلطان. البرنامج كما كتشوفوا هو برنامج مكثف، كيراعي وكيراعي الحاجة المليحة لدوك الوليدات ديال الاحياء، الدعم في اللغات الفرنسيه واللونجلي، والدعم في الموسيقى، في ليزار بلاستيك، في الشطرنج، في الباسكت، في الهوند، في الفولي، وعندنا الخرجات للبحر. يعني 12 اليوم ديالهم كنديروا لهم نهار بعد نهار، ولكن بحكم ان دوزنا هاد 4 ايام في التحضير وفي التاهيل، غيبداو البحر من غدا ان شاء الله، في 3 ايام متابعه، الجمعه والسبت والحد، مرافق بورشات ترفيهيه وتربويه وتنشيطيه، باش هاد الوليد هذا في عود ما يبقى جالس في الزنقه، وفي عود ما يبقى جالس ما عنده ما يدار في الزنقه. احتضناه وجبناه لهذا الفضاء اللي كتشوفوا اليوم بهاد الورشات، وهذا بالتنسيق بطبيعه الحال مع مجموعه ديال الشركاء، عملت مقاطعه الفدا مرس السلطان والمقاطعات بجوج مرس السلطان والفدا، وهذا كيدخل في اطار المقاربه التشاركيه من اجل انجاح مثل هذه التجارب اللي كترجع بالفضل على الوليدات ديالنا.